مرة أخرى يدمغ العنف 30 من حزيران ببصمته، مجدداً في ذاكرة السودانيين ما تحفظه عن هذا التاريخ من سقوط لآخر حكوماتهم الديمقراطية المنتخبة على يد الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1980، وحناجر بحت حتى حققت مطلبها بإشراك المدنيين في الحكم، ثم وأدى العسكر ما حققوه. فمنذ أزاح عبد الفتاح البرهان المدنيين عن ساحة المشهد السياسي السوداني، أحكم قبضته على السلطة ليدخل البلاد في دوامة احتجاجات باتت سمة الوضع في السودان، دوامة بلغت ذروتها هذا العام لتسم ثلاثينية حزيرانه بالدم، مسفرة عن 9 قتلى أشعلوا نار غضب التجمعات المدنية والنقابية والحزبية، فاحتشدت في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي تردد الشعب يريد إسقاط البرهان وتطالب بالانتقام، فيما صور ضحايا أمس ترفعها الأيادي الغاضبة. القوات السودانية حاولت مواجهة الحشود مجدداً بالغاز المسيل للدموع، فيما تردد صدى القلق العالمي من العودة لاستخدام الذخيرة الحية التي أسقطت منذ انقلاب البرهان عام 2019 112 قتيلاً وفق الأمم المتحدة. قلق عالمي عبرت عنه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي محذرين من الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية السودانية وإفلاتها من العقاب. السودان خبر الانقلاب كما لقمة عيشه المغمسة بالضنك والحاجة، فاقتصاده متضخم بنسبة تتجاوز 200% بوتيرة شهرية، وعملته تواجه انهياراً أمعنت في تعميقه عقوبات فرضها المجتمع الدولي حين أمسك عنه المساعدات المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان رداً على الانقلاب البرهاني. لكنها عقوبات لم تثني الجيش عن مساره، خاصة وأن البرهان لطالما دافع عن خطواته قائلاً إن إجراءاته تهدف إلى تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، مرحلة تبدو وكأنها قدر السودانيين. فمنذ انقلب البشير على حكومة الصادق المهدي المنتخبة في بداية تسعينات القرن الماضي، والسودان لم يختبر طعم الديمقراطية من جديد. انقلاب يتلوه انقلاب، والشارع يغلي صفيحه فيضج بالغضب والدماء. ومعنا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السيد عمار عوض. أهلا بك سيد عمار. سيد عمار، يعني سأبدأ بالبداية من الأوضاع الميدانية الآن في السودان بعد الأحداث التي أدت إلى وفاة 9 أشخاص اليوم. ما زالت العاصمة السودانية الخرطوم تحت ضغط كثيرة، منها عمليات كر وفر ما بين الشرطة والمظاهرين، خاصة أن تم إغلاق الذي يربط ما بين مدينة بحري شمال العاصمة والعاصمة الخرطوم مثل الحكومة، لكن هنالك حركات في أجزاء أيضا من مدينة الخرطوم تسير بشكل عادي، ولكن في المنطقة الوسط الخرطوم هنالك احتياجات كبيرة وغضب في منطقة مستشفى المودة، حيث تواجد كثير من الأعداد الكبيرة من المتظاهرين، وفيما يبدو أن ما حدث يوم أمس الذي كان أشار غربيين في الخطوب وهو مقتل استشهاد تسعة من الشباب السودانيين ما بين مدن العاصمة المثلثة الخطوب. نعم سيد عمار، هل تسمعني؟ نعم أسمعك بوضوح. نعم تفضل أكمل. في وقت نفسه تجمع القيادات السياسية من تحالف قوى الحرية والتغيير المركزي والذي كان على تواصل مع المكون العسكري في الأسابيع الماضية، وما زال الاجتماع منعقد ما بين القيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي لاتخاذ موقف تجاه ما حدث بالأمس، لأن ما حدث بالتأكيد سيلقي ظلال سالبة على العملية السياسية التي تجري كانت تطولها في الخرطوم، و حتى ذلك انعكس في البيان الذي اصدرته الاليه الثلاثيه
التي ترعى هذه المحادثات وهي التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد. بالتالي أعتقد الذي حدث يدخل الخرطوم في نفق كبير نتيجة لهذه الأحداث التي وقعت، لكن بالضرورة هنالك مطلوبات أساسية أمام الشارع السوداني بشكل عام بكافة فصائله. إذا كان لدى اللجان المقاومة والقوى السياسية المتناهضة الإجراءات والتي تدعو إلى تغييرا جذريا، وتلك القوى التي ترى أنه يمكن حل هذه الأزمة عبر التسوية السياسية مثل قوة حرية التغيير المجلس المركزي وغيره، لا بد من وجود قيادة لكافة هذه المجموعات، قيادة موحدة متجهة نحو خيارات واضحة ولا يكون هنالك يعني. سيد عمار، بهذا الخصوص يعني تحديدا، يعني ما الذي يطالب به الشارع السوداني اليوم؟ يعني كان هناك عدة مطالبات من قبل يعني قوى الحرية والتغيير، وأيضا إلى يعني نزول إلى الشوارع. اليوم ما هي المطالبة الفعلية التي يريدها الشعب السوداني؟ هل هي فقط يعني أن يتخلى العسكر عن الحكم؟ لا، السودانيين بيتحدثوا حول شعار واضح. الجماهير التي تخرج في الشوارع بالنسبة لها الشعارات واضحة، أن يعود العسكر للسكنات وأن يتم تشكيل سلطة مدنية بالكامل، ولكن في الوقت نفسه الجماهير هي لا تحقق الشعارات، الشعارات تحققها القيادات السياسية. القيادات السياسية تطرح أفكار مختلفة فيما يتعلق مثلا بسؤال عودة العسكر للسكنات، هذا متفق عليه حتى بين العسكر أنفسهم، لكن كيف السبيل لذلك؟ هذا هو الذي كان حجر عثرة في التفاوض الذي كان يجري ما بين الأطراف في اليومين الأسبوعين الماضيين على أقل تقدير. بالتالي الجماهير تعرف ما تريد، لكن النخبة السياسية عاجزة عن تحويل شعارات الجماهير لنظم للحكم وأشكال الأداء الإداري. خاصة نحن لا نهمل عندما تتحدث هنالك أيضا شعار بأن الأحزاب للانتخابات. لماذا؟ ليس للحكم. الجماهير تقول العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات. لماذا؟ لأن تجربة الأحزاب السياسية كان فيها إشكالية بالنسبة لمجمع الجمهور في خلال حتى العامين الماضيين بعد الثورة. نعم سيد عمار، أيضا سأسأل بخصوص يعني ردود الفعل السياسية من قبل الأحزاب، يعني بعد مشاهد يعني ما حدث في الشارع من استخدام مفرط للقوة باستخدام الرصاص الحي، الغاز المسيل للدموع. يعني اليوم الجهات السياسية والأحزاب السياسية في السودان كيف تتعامل مع ما تقوم به القوى الأمنية يعني كبح جماح هذه التظاهرات في الشوارع؟ هنالك إجماع ما بين القوى السياسية والشارع السوداني والمجتمع المدني ورموز المجتمع وغيره على إدانة كاملة للقتل الذي يحدث في الطرقات في الخرطوم، مع كل تظاهرة وتفجع به الأحياء السكنية في العاصمة نتيجة لمقتل شاب أو استشهاد شاب على أيدي قوات الأمن. هناك إجماع على رفض هذا الأمر بشكل كبير وعلى دعوة للبحث عن الجناة الذين يقومون بهذا الفعل، آخذين في الاعتبار أن الشرطة السودانية نفسها المنظومة الأمنية تتحدث على أنها هي لا تقوم بهذا القتل وأنها غير متورطة فيه، ولكن المسؤولية الأخلاقية تعرف في القانون الجنائي تقع على المنظومة الأمنية، لأنها المنظومة العسكرية، المنظومة الشرطة، لأنها هي المكلفة بحماية أرواح المدنيين. فبالتالي حتى لو كان الإنسان الذي قام بالقتل، لكن المسؤولية الأخلاقية تقع عليهم. شكرا. إذن كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السيد عمار عوض، شكرا جزيلا لك.